هي تجربة نموذجية ناجحة جاءت على شكل مسابقة ولائية في تحفيظ كتاب الله عز وجل أوساط التلاميذ، جاءت من توقيع التنسيقية الولائية للاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ بولاية الأغواط. أعلم أن الصدارة دائما والمراتب الأولى سواء في البكالوريا أو في شهادة التعليم المتوسط هي اللي حفظت كتاب الله، ونحن جعلنا مسح لتلامذتنا الأعزاء، وجدنا أن نقاطهم في هذا الثلاثي بين 19 و17 كمعدل عام. على أنغام كتاكيت المدرسة الابتدائية فشكار التي تغنت بحب الوطن، كانت الغبطة لا توصف أوساط المتوجين من حاملي كتاب الله. فزت بالمرتبة الأولى على ولاية على مستوى ولاية الأغواط، والحمد لله الذي من علي حفظ القرآن الكريم، وأشكر أساتذتي والشيخ فاروق مشراوي الذي ساعدني في حفظ القرآن الكريم. الحمد لله الذي من علي بحفظ القرآن، وأتقدم بالشكر لأساتذتي ووالدي الاتحاد الوطني لولاية الأغواط الذين ساهموا في دعمنا. أهدي هذا الإنجاز لشيخي عبد الله بقطيف الذي كان له دور بارز، وأيضا أبي وأمي اللذان سألباني ساعداني على حفزاني وساعداني على مشاركة هذه المسابقة والتتويج مع العشرة الأوائل. نديروا هذه النشاطات لتغيير الريتم تاع بالنسبة للدراسة لأبنائنا اللي راهم غير مع الدراسة، نشاركوا في هذه النشاطات اللاصفية اللي راهي تمد يقظة للتلميذ وحيوية. تبقى هكذا مبادرات كفيلة بترقية الأداء التربوي وتشجيع التلاميذ على حفظ كتاب الله عز وجل.